Père du soleil, Père du soleil, Père du soleil, Mérida. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تحية طيبة، نحييكم من الملعب الكبير هنا بمدينة طنجة للنقل المباشر لمباراة فريق اتحاد طنجة ويستضيف فريق الجيش الملكي برسم الجولة السادسة. مباراة يمكن أقول بأنها ستكون فرصة للطرفين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. الطرفين حد الآن لم يجد الإيقاع الحقيقي لهم في الدوري المحلي، وبالتالي يعتبران هذه المباراة بأنها ستشكل نقطة انطلاقة بالنسبة لفريق الجيش الملكي. خلال التماس إيمانويل إيمانشي من خلال هذه اللحظات التي كان يبدو متابع الآن ضربة خطأ صالح فريق الجيش الملكي من بين أقوى الأندية المغربية في السنوات الأخيرة. سنتابع هذه محاولة كانت من حمودان البحث عن الاختراق من خلال هذه اللحظات. دائما ضغط خلال اللحظات من جانب فريق اتحاد طنجة وخروج أيوب لكرد. نتمنى ما تكونش هذا التدخل يأثر في بحث عن تسجيل الهدف، ولكن الحكم كان قريب يعلن عن خطأ من خلال للفريق. ونتابع كسين مايا الآن بحث عن التسديد والتحضير بشكل جيد. إذن إلى حدود هذه اللحظات دائما عالية باتجاه من يمكن أن يكون خطأ. يقع في المحظور هشام المجد على غير العادة، على غير العادة لم نعهد هشام المجد صاحب التدخلات الرزينة. كوناتي وهشام المجد قطاع التسديدة، ولكن كانت بعيدة للاعب رضا سليم. ضربة خطأ بعد إصابة لاعب عميمي. محاولة هذه خطيرة جدا، خطيرة جدا هذه المحاولة. ضغط خلال لحظات، كورة عالية مريت واحد اثنين، خطيرة جدا خطيرة، وفريق الجيش الملكي تضيع منه فرصة حقيقية للتسجيل. ضغط لقطة المحاولة، سنتابع هذه محاولة وكوناتي من خلال هجمة خطيرة. حمودان كذلك يبقى مؤكد. كرة لصالح فريق اتحاد من الجهة اليمنى بعد ما كان يبحث عن التوغل. كان محاولة تبقى خطيرة هذه اللحظة، التوغل جيد والبحث وكوناتي. أكيد خمس دقائق ابتدأ محاولة التمرير ولكن لم تكن مضبوطة، وبالتالي كرة عالية وضربة خطأ. إذا بعيدة، لم يكن كسير ماي كان بعد الاختيار غير موفق وغير صائب. محمد مفيد كوناتي يتدخل تجاه رضا سليم، ولكن كانت هناك التغطية من اللاعب محمد سدير، وبالتالي هذه محاولة لتسجيل وطارق أوتاح. وطارق أوتاح ينهزم من خلال هذه اللحظات. خافي يسجل الهدف، قلت بأنه لحظات صعبة تنتظر لاعبي فريق اتحاد طنجة بعد النقص العددي، وجاءت في اللحظات الأخيرة، جاءت في اللحظات الأخيرة. إسماعيل خافي المتعاقد مع فريق الجيش الملكي، وسنتابع هذه المحاولة. كريم صبري ينهي هذه الجولة الأولى ويرسل اللاعبين إلى مستودع الملابس. هدف جاء في اللحظات الأخيرة من هذه الجولة الأولى، وأذكر بأنه طرد. إسماعيل خافي والحكم يقول خطأ، وورقة لاعب بافي باي. لاعب عنده إمكانيات جيدة، لاعب يمتلك
اتحاد طنجة من أجل العودة في النتيجة. هجمة خطيرة جدا، حمودان وركنية مفيدة، هذه محاولة وركنية حتى على الوصول. وتدخل ممتاز للكرد أمام حمودان. كاد حاولت محمد الخلوي وفرصة تسجيل الهدف الثاني، الهدف الثاني، ولكن الحكم كريم صبري بالفعل يتأكد من هذا الأمر، وبالتالي يقر بأنه كان لاعب محمد خلوي في موقف تسلل. إذن اللقطة من مختلف، إذن الحكم يقول ضربة جزاء. إذن سنتابع هذا الحارس طارق أوطاح والهدف الثاني، الهدف الثاني بالنسبة لفريق الجيش الملكي من نقطة الجزاء. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tullet et moi. Mais ce match est annoncé par la presse comme un des matchs les plus intéressants de la saison. Je suis impatient de voir ça. Écoutez ce stade vibrer, vraiment vibrer. Voilà, on y est. C'est chaud pour le gardien. Frappe du gauche, mais ça t'inquiète. Et je dirais que ce score est plutôt flatteur. Il n'utilise pas la largeur du terrain. Encore une occasion de centrer. Oh, le ballon piqué. Le gardien a vu que ça passait à gauche. Ah oui, ça ne donne rien. C'est dommage, j'avais beaucoup de conviction dans ce geste. Ça doit faire but. Il marque. Ce match était bloqué enfin avec l'ouverture du score. Il est crucial ce but. L'action est géniale, la finition est extraordinaire. C'est le mouvement parfait. C'est un match, il est encore plus beau parce qu'il se joue dans ce stade, dans cette ambiance, à guichet fermé. C'est magnifique. Il est en bonne position pour centrer. Et ce ballon devant le but. Aucun final de l'arbitre. Bon, ils nous ont régalé.